السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا مسائل على ضرب المتجهات. المسألة الأولى: إذا كان المتجه A متجه مقداره 5.0 وحدة، واتجاهه يصنع زاوية 30 درجة مع محور X الموجب، جد مقدار المتجه C حيث C تساوي لسالب 2A. هذا طلب أول. ثم حدد اتجاهه بالنسبة إلى محور X الموجب. نرسم محور X ونرسم المتجه A الذي يصنع زاوية 30 درجة مع X الموجب. هذا المحور X الموجب. لرسم المتجه C، C يساوي كمقدار 2 في 5، يعني 10، لكن عكس اتجاه المحور A. إذا برسمه بهذا الشكل، هذا المتجه C من هون لهون يساوي لمقدار A، ومن هون لهون يساوي ل A، إذا 2A، لكن في الاتجاه المعاكس للمتجه A، لأن ذاكر لي في السؤال سالب. ثم حدد اتجاهه بالنسبة إلى محور X الموجب. لتحديد اتجاهه بالنسبة لمحور X الموجب، ننقل المتجه C، هذا نقلنا المتجه C بهذا الشكل، حيث بدايته انطبقت على محور X، حافظنا على مقداره وحافظنا على اتجاهه. زاويته مع محور X الموجب نبدأ من هنا، من هنا لهنا 180 درجة، ثم نتابع إلى هنا، نلاحظ 30 مجموع، إذن 210 درجة يصنع المتجه C مع محور X الموجب. الطلب باء: مركبة المتجه A على المحور Y. بيجي للمتجه A، هذه نهاية المتجه، بسقط منه عمود على المحور X، بتكون هذه هي المركبة على المحور Y. إذن AY وتساوي ل A مضروبة، نشوف المركبة على المحور Y تقابل الزاوية 60، إذن A مضروبة بساين لـ30، وتساوي لـ5 مضروبة بساين لـ30، عبارة عن نص، إذن الجواب عبارة عن 2.5 وحدة هي المركبة A على المحور Y. ننتقل للمسألة الثانية: A و B متجهان يحصران بينهما زاوية مقدارها 60 درجة مثل ما نحن شايفين هنا. إذا كان ناتج ضربهما القياسي 15 وحدة، جد مقدار ناتج الضرب الاتجاهي لهما. كتبت معادلة الضرب القياسي: A متجه نقطة، B متجه، تساوي A في B في كوسين 60 تساوي 15. من هذه المعادلة بقدر بطالع AB، حاصل ضرب AB. إذن AB وتساوي لل 15 تقسيم كوسين 60 بتطلع 30. الخطوة اللي بعدها بطبق معادلة الضرب الاتجاهي: A متجه في B متجه تساوي ل C متجه، مقدار C تساوي ل AB ساين 60. AB عندي إياها 30، وساين 60 نحسبها بتطلع C 26. وانتهينا. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة، وفي انتظار ردودكم وأسئلتكم.